بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبت حيا وميتا يا رسول الله، طبت حيا وميتا يا رسول الله، طبت حيا وميتا يا رسول الله. هذا كل ما أستطيع قوله، أما كل ما أستطيع فعله هو مقاطعة منتجات فرنسا. أي شيء يخص فرنسا أقاطعه. أخي أختي، يجب أن نقاطع منتوجات فرنسا. هو أمر سهل، أمر هين، لكن فيه مضرة كبيرة للاقتصاد الفرنسي، ونحن نعلم أن كل الدول مبنية على اقتصاداتها. مقاطعة منتوجات فرنسا هو أمر سهل 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 للغاية، لكن فيه أضرار جمة، فيه أضرار كثيرة تترتب عن هذه المقاطعة. إخوتي أخواتي، أناشدكم بالله، كل من تكلم في النبي عليه الصلاة والسلام بسوء، كل من أساء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام برسومات مسيئة، كل من تحدى الله، كل هذا كل يجب أن نقاطعه. حتى دواء فرنسا نحن بغينا عنه، نحن عندنا نحن كمسلمين وكمؤمنين بالله عز وجل اعتقاد قطعي في الله عز وجل أنه هو الشافي. إذن الله عز وجل هو الذي يشافي، ليس دواء فرنسا. يجب أن نكون يدا واحدة من أجل مقاطعة فرنسا، منتوجات فرنسا. وفضلا وليس أمرا، أريد منكم مشاركة هذا المنشور ليصل إلى أكبر حد، إلى أوسع نطاق، حتى نكون سبب بإذن الله في مقاطعة منتوجات فرنسا، ويكون عندنا رد ولو صغير عما تقوم به الحكومة الفرنسية تجاه المسلمين، تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.